كليم تقال. خفت من الدور فارس من الاول؟ بيان سور بيان سور يخوف الدور، خاطر اول حاجه مسؤوليه كبيره، معناها يلزم الناس الكل تكون قد المسؤوليه، سينو باش ينجم يفشل معناها العمل. ومعناها تسمى اول ولا ثاني رول ليا، معناها حاجه ماهيش سهله، وخاصة كي قريت السيناريو وقريت العمق نتاع مش كيما الدور الاولاني كيما الدور هذا. الدور هذا معناتها بطولة، ما هي بطولة هذا دور أكثر. في المسلسل الاخر ماهوش بطولة 100% معناتها هذا 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 ظاهر على الاخر. صحيح دونك كنت الحقيقة كنت خايف على الاخر من الاول، خاطر ما معناها ما كنتش عارف اسكو باش نقدوا كيما تحبوا سوسن ولا، وزيد كيما قلت لك مسؤولية كبيرة معناها تحملناها، دونك خفت من الاول. صحيح سارة خفت ولا لا؟ خفت الحقيقة، خاطر سورتو كو ساوسن عطات فيا الثقة ورات فيا حاجات أنا ما كنتش نراهم في روحي، دونك قلت اسكو بالحق جو فيتخ على أوتوغ ونعطي اللي ساوسن تحب تعطيه معناها في البيرسوناج هذاك. من الأول خفت وكل، ما هي الحقيقة شجعتني ووقفت معايا برشا، وجيسبيغ في الآخر معناها عطيت أحسن ما عندي باش لو بيرسوناج تاع مرام يخرج كيما هي في مخها معناها. وهذا اللي صار معناها، نتصور معناها ساتيسفيت نتصورها ساوسن بالموضوع. رنيم خفت كيفهم ولا لا؟ خفت تو خافت كي خفت رجعوا لي، اما هو ما كانش خوف من الشخصيه، هو كان خوف من الثقه، خاطر كيف تتحط ما تحط فيك عبد ثقه في بروجي كبير على الاخر بس باش تحس بالمسؤوليه، وانا الاحساس هذاك اللي هو بقى يخليني نحب نعطي اكثر، نحب نخدم بالباهي وين ما نروح نبقى نترين على السيكونس الجايه والكل، دونك نحب من خيبش الثقة في ساوسن وفي الليكيب الكل، خاطر هو عمل متكامل، مش عمل تاعنا كهو، مش عمل فارس كهو ولا سارة كهو، احنا كنا نخدم في خدمة واحدة، دونك لازمنا كنا نعملوا حاجة بيه. كيفاش كان التعامل مع الجيل اللي سبقكم فارس معناتها اليوم؟ الـ الـ